السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. هل يجوز شيخ صيام يوم عاشوراء فقط؟ يجوز صوم يوم عاشوراء فقط. طب كل عام وحضرتك بخير يا شيخ، يعني يوم عاشوراء القادم يعني هيكون يوم جمعة، هل يجوز؟ ولو صمه. بارك الله فيك. وفيكم.